السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية أريد كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. النادي الأهلي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غد الخميس لملاقات فريق الوداد يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال. والكابتن حسام غالي حاليا بيتصل وعلشان يطمن على كافة الترتيبات والأمور الخاصة بالسفر، وبينسق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هيسافر قبل البعثة بيوم مع سمير عدلي مدير الإداري. أستاذ سمير عدلي هيسافروا قبلها بيوم يوفروا كل شيء فنادق وبتاعه، وطبعا الكابتن حسام غالي هينسق معاهم أيضا وهيسافر هتسافر بعثة النادي الأهلي اللاعبين على متن طائرة خاصة وهيرجعوا تاني يوم بعد المباراة مباشرة. يعني طبعا المباريات الكبيرة بتلاقي الكابتن محمود الخطيب حاضر في هذه المباريات الكبرى. قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي انه يرافق البعثة اللي هتسافر للمغرب عصر يوم الخميس لملاقات الوداد المغربي في مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال، ونحدد لها زي ما قلت حضراتكم الحد المقبل. والكابتن محمود الخطيب سفره ده يكون داعم للفريق وايضا تذليل اي عقبه، رغم ان حسام غالي هو رئيس البعثه هو المسؤول عن كل شيء، لكن وجود الكابتن محمود الخطيب بيدي معنى تاني وبيوصل رسائل كثيره للاعبين وبيحفز اللاعبين، رغم ان رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب حاضر في البعثه الا ان حسام غالي هو رئيس البعثه، وبالتالي حسام غالي هو اللي هيحضر مراسم تتويج ان شاء الله النادي الاهلي. ما عندناش حد بياخد لقطه من حد، انت رئيس البعثه يبقى انت اللي تطلع مسؤول، انت لو في جوائز انت اللي تطلع على المنصه وانت اللي تعمل كل شيء. يعني هذا هو الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. ميلو شفنا اللقطه، بل لسه قبل ما نيجي للقطه لانه بيتكلم عن فوزي الحناوي وسكوت فوزي الحناوي في مباراة الزمالك والاتحاد بالأمس. أنا مش عارف يا أخي بيجيبوا الكلام ده منين أو بيبرروا إزاي. يعني قلت حضراتكم عمر طاهر مشجع زملكاوي قال لك الحركة دي ما يعملهاش عيال مش متربية بتلعب كرة في الشارع. سيبوا لنا حاجة يعني نقول نتكلم بقى عن نفسنا نحس بها في نفسنا، يعني سيبوا لنا أي حاجة. لكن ميدو طالع بيقول لك إيه؟ ميدو طالع بيقول لك الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم. يا اخي ايه اللي هتمثل زي يا اخي ورجليك تتفسخ زي ما هو اتفسخ يا اخي. قال لك الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم، لقى الكره طولت منه عمل فيها مصاب، والله لو حد من اصحابه جات له الكوره ما كانش هيطلعها بره. طب ما نلغي اللعب النظيف بقى، ولا انت تقول لي انا طلعت عشان لعب نظيف، ولا انت تتعايق، ولا تقول الاهلي ولا الغوها خلاص بقى. ولا الاعلام المصري بيقول ما فيش حاجه اسمها لعب نظيف ونلعب من غير لعب نظيف. مين اللي بيقول لك ممثل لقى الكره طولت منه؟ لاعب الاتحاد اقرب للكوره من زيزو بكتير. لاعب الاتحاد لما سقط على الارض زي ما انتم شايفين في الصور كده وقع والكوره نازله سوع جنب منه، الكوره وقعت جنب منه ما بعدتش، يعني حتى لو هو سليم وهو وقع عليها كره راح كان ممكن يخبطها اي حاجه يبعدها عن زيزو مش هتبقى فيها مشكله، كان ممكن يشوطها بعيد ها لو هو سليم والزحلق، لكن ده هو قريب زيزو قبل يعني بعيد عن الكوره بسبعة متر ولا بتاع، واللاعب الكوره نزلت تحت منه زي ما ميدو بيقول لك لا كرة طولت تحت منه. يا اخي اكم اكاذيب. طبعا مش مطلوب من ميدو ولا منتظرين من ميدو الكلام عن روح الرياضيه. ميدو اللي اتخانق مع الكابتن حسن شحاته بالمنظر البشع اللي شفناه مع منتخب مصر، ميدو اللي تدخل على لاعب الاعلاميين كسره ضيع مستقبله، مش منتظرين من ميدو يتكلم عن روح الرياضيه. ميدو اللي طلع مشي من السعوديه عشان شتم احد جماهير الوحده بلفظ خارج، وبعد كده طلع يقول لك اصل البتاع اتهكر. دول اللي قدوه، دول مش منتظرين منكم لا انت ولا خالد ولا اعلام الزمالك ولا طارق يحيى يتكلم عن الروح الرياضيه ولا تعرفوا. طب بلاش الروح الرياضيه، نجي لكم اللي شبعتونا كلام عن كهرباء والاخلاق والقيم والحركه. جاي لكم هتروحوا في اي حته حبيبي.
ميدو تاني بيتكلم بيقول لك اتحاد الكرة الكوميدي بيؤكد بان اي نادي عليه مديونيات مش هيشارك في الدوري السنة اللي جاية. الباسورد بتاع الواي فاي ايه يا استاذ جمال؟ طبعا بيتحدى انه عارف ان نادي الزمالك عليه مديونيات تخطط 1.5 مليار هيدفع منين. فميدو عارف واثق ان اتحاد الكرة مش هيقدر ينافس، ودينا الباسورد بتاعك علشان نشارك. فانت مش هتقدر، ده نوع من انواع السخريه من قرارات. ده المفروض اللي بيحصل لما هو ده اللي بيتكلمنا. شوف الدوري الانجليزي وبياخدوا كام، شوفوا بالرعاه بياخدوا كام، شوفوا بيعملوا ايه في الدوري الانجليزي وفي اي دوري في العالم. في نادي مديون لاتحاد الكره ب 80 للرابطه ولا اتحاد الكره الانجليزي 80 مليون ها في الدوري الانجليزي. في اي نادي مديون بمليار ونص ها في الدوري الانجليزي؟ في القرف اللي بنشوفه في الكره، لكن شاطرين لي بس عينكوا قد كده في الفلوس اللي الاهلي بياخدها والرعاه لا وزعوا. والبس الزمالك ما ياخدش ليه؟ في الدوري الانجليزي الاخير بياخد مش عارف ايه والاول كام. في الدوري الانجليزي ما عندهمش حد يقول امك وابوك واللي جابوا ابوك واللي خلفوه امك بتحباني. في الدوري الانجليزي ما فيش نادي مديون. في الدوري الانجليزي ما بيعملوش كباري للفلوس تخش الرابطه عشان ما نحرم الناس منها. في الدوري الانجليزي في لعب مالي نظيف. ها مفتح لي عينك يا اخويا اللي الاهلي بياخده وتقول لي الدوري الانجليزي بيحصل فيه كده. طب ما تطبق لي بدايات الدوري الانجليزي، بدايات الدوري في هونولولو يا اخي مش في الدوري الانجليزي، اساسيات اللعب طبق لي. ها لا لا احنا عاوزين عينينا فاكرين ناخد فلوس لكن ندفع. لا ادينا الباسورد يا حاج، مش قادر تطبق، احنا مديونين وما احناش دافعين، وادينا الباسورد. حاجه في منتهى السوء يعني. طبعا كريم بنزيما شوهد بالامس في مدريد مع رئيس نادي الاتحاد السعودي اتحاد جده، وتقارير بتقول ان هو وقع 3 سنوات ل 3 مواسم لنادي الاتحاد السعودي. يعني طبعا النهارده كان في مؤتمر وداع لكريم بنزيما وحضروا اللعيبه وكان في حالات تاثر، ووجه رساله لمشجعي نادي ريال مدريد بيودعهم بيقول لك بعد سنوات عديده حان الوقت لاقول وداعا من النادي الذي اصبح موطني ريال مدريد. كان لي شرف ارتداء هذا القميص الاسطوري وتمثيل هذا النادي الشهير. انا ممتن للغايه الى رئيسي وزملائي في الفريق والمدربين والموظفين وكل من شارك في مسيرتي المهنيه في ريال مدريد. كل دعمكم وثقتكم غير المشروطين بي أمر حاسما لتطويري كلاعب وكرجل. على الرغم من أنني أغادر ريال مدريد إلا أنني سأحمل دائما جزء من هذا النادي في قلبي. سيظل ريال مدريد دائما جزء لا يتجزأ من حياتي، وسأواصل متابعة نجاحات هذا الفريق الاستثنائي. شكرا لكم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتموه لي على مر السنين. أقول وداعا مع شعور عميق بالامتنان والوداع العاطفي. هلا مدريد مع كل حبي. ده كان رسالة وداع بنزيما لجماهير ريال مدريد. النادي الأهلي والمهاجم الجديد حتى الآن الكلام كله زي ما أكدت وقلت حضراتكم قبل كده عن اللاعب الإيفواري لاعب سانتيتيان اللاعب فيليب كاراسو. فيليب كاراسو تابعته وشفتوه على السوشيال ميديا فيديوهات ليه، لا إمكانيات حلوة، لعيب جيد جدا يعني، سريع مهاري بشكل ما، عنده رؤية للملعب بشكل جيد. نتمنى هو طبعا نادي الأهلي راجل فري عاده بينتهي مع نادي سانتيتيان، ونادي الأهلي بيحاول معاه وبيجيبه فري من غير ما ندفع فيه ولا مليم للنادي الخاص. بكل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين. في صورة بشعة تاني، الناس اللي بتكلمنا عن الأخلاق وعن الفضيلة وتحب أمك ولا أختك تسمع الكلام اللي كهربا قاله بتاع كهربا عقده صح ولا كهربا حطه صح، وبدأوا يكرهونا في كلمة حط والناقص حط يلغوها من قاموس اللغة العربية، وحوارات وحكايات تبدأ هجمه وقبلها زي هم اللي شكوالا قال عملت وعمل حركة إباحية في مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات. هم دول يقول لك كهربا سنتوا جيتوا على كهربا شلمتوا وكهربا جيتوا على شيكابالا وشتمتوا شيكابالا فخرج شعور وعمل كده حركه اباحيه ها جيتوا عليه وكنتوا بتقدموا الكهرباء كرواسون وتعملوا له قهوه مش عارف اسمها ايه ها كنتوا بتضيفوا كهرباء. طب شتمت كهرباء بابشع الالفاظ، يمكن شيكابالا جمهور الاهلي ما شتموش مش الالفاظ اللي اتشتمها كهرباء، ومع ذلك الحق كهرباء بيقول الحق كهرباء بيشيل. انما ده الاخ دونجا في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري أثناء الاحتفال بهدف نادي الزمالك راح داخل على أحمد زيزو
سيد زيزو وراح عامل الحركه اللي حضراتكم شايفينها دي، هل هنشوف جمهور نادي الزمالك يدين هذا التصرف البشع؟ هل هنشوف اي مسؤول يطلع لك عيب يا جماعه البشع دي نشوفها في التلفزيون؟ طب حتى هيلوموا المخرج؟ ما ده المنتظر، يسيبوا الفاعل ويمسكوا في اللي نقل الفاعل، يشتموا المخرج ويقولوا عيب يا مخرج ما تجيبلناش الحاجات دي في البيوت، يعني لفظ انا هجيبها هتشوفوه هتشوفوه وهقطعه الغلاف كمان. يا بتوع الفضيله والاخلاق في النهايه شو سيب كهرباء ينفع والبلد وشكلنا والالفاظ الفاظ يا رد قال حطه صح، هو قال حاجه حطه بقى كلمه خارجه، لكن الفعل اللي انت شايفينه لا ما فيش مشكله، نحن الناس دول بتوع افعال لا اقوال. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته. الله حاجه تدعو الى البكاء مش للضحك يا عم. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.